في خانة اللواح عايش بالركض والي ولا جنود دارفور لأن اللي يجوك في أزمة والأفرام ما هو أدمين الصواب عشب الدو بيشرين جيل ما فاطرين مين أصدر بيزا أصدر بيزا أصدر بيزا أصدر بيزا أصدر بيزا من 21 لحد يوم 23/24 شهر 9 الفات كانت في مظاهرات عنيفة جدا بنيالة. طلاب دلنا من بنسألهم في الشارع انتم مالكم؟ بيقول لنا يا اخي والله رغيف ما في. بعدين نتساءل الرغيف ده فات وين؟ لاحظنا انه في عربات بعينا بتجي بتشيل الرغيف ده حوالي الساعة 8-9 بتشيل رغيف الأفران حول المدارس كله. عندهم منظمة مكتوب فيها مثلا منظمة تطوعية، المهم لافتات بتجي بتشيل الدقيق ده، الطالب بيطلع بيلقى الرغيف ما في، تبدأ المظاهرة. المسألة هي ما ندرى في الخبز أصلاً ولا ندرى في الدقيق، لكن المشكلة الأساسية هي تحكم الأمن الاقتصادي في الدقيق والإشراف على الدقيق وتوزيع الدقيق، وده في حد ذاته بيخلق الأزمة الحقيقية، بمعنى أنها أزمة هي مفتعلة، ما أزمة أصلاً حقيقية. لا من استقصينا كمهتمين بشأن ده لقينا أنه في عدد من الأفران حوالي أكثر من 500 فرن دي ما عندها وجود. الحي الواحد يقول لك مثلا فيه 30 فرن، بتمشي بتلقى الحي فيه 10 أفران مثلا. ال20 فرن الزايدة دي بتشيل حصصها يومي ومحل بتوديها ما معروف. من حق الشباب دي انه يطلبوا يطالبوا بحقوقهم. ما ممكن الطالب ما يندى فطور يا جماعة، هيفهم شنو بعض الحصة الرابعة؟ ده كلام طالب من 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 من, من, من الولاية، من أخونا الوالد. لا ما هو طالب جهاز الأمن في الدقيق والوقود لحد حسا، وده كلام زاده، هو خرق للوثيقة الدستورية أصلا، فيبقى أصلا ده كلام فارغ منه. بعدين الناس اللي حول الوالي يا هم ذاتهم الطاقم بتاع عدم الفكي موجودين حوله اليوم الليلة، يعني المثل دي دار حسابات جديدة، دار حسابات أصلا، يعني حسابات دقيقة وسريعة. شكرا جزيلا. الشيء الثاني انه نحن في دارفور قاعدين نتعرض لانتهاكات جسيمه جدا، زي ما حدث في ميرشينغ من قتل الطالب كازارينجي، وفي قريضه، وفي كرري. يبقى بالضروره انه الوالي ذاته هو وسط الازمه وراس الازمه في البلد دي، فده بيقودنا لانه الوالي ذاته يجب ان يقال، لانه قصر في الناحيه الامنيه، قصر من ناحيه خدمات، قصر من ناحيه توفير دقيق، خبز، بنزين، غيره، كميه من ناحيه الازمه بتاعت المواصلات. دايرين يوفروا لنا المويه ومسكه الرغيف والمواصلات، اهم شيء، لان احنا المواصلات احيانا نجيب ساعه كامله عشان نصل المدرسه. ويرضوا لنا الشارع والمعيشه برضه، الحاجات كلها بقت غاليه. حتى الاستقرار في الوضع ده. والوالي ذاته طلع ماسوره. هذا الوالي.